انا كمشاهد ما اتفرجش فيه وما اتشرفش بهم هذوما بصراحه. الهاجس عايم باهي يعطيه الصحه، اسمه عبد الرزاق الشابي باهي، خوه اسمه علي الشابي باهي، انا الاخر ما يعجبنيش زاد هذاك اسمه جعفر القاسمي كراكوز التلفزه ولت ولا ذا اللي ظهر ساعتي تحكي عليه، شنو مشاهد بالحوار التونسي؟ لا حد مهمك في حد، كراكوز التلفزه ولت عندي انا كراكوز بصراحه. التلفزه الوطنيه قبل يا حاصل كان جبر الخطاب لو سمحتم وهيل الركبي بصراحه، هذيك التلفزه الوطنيه بالحق بعد ليه سي انتهي على التلفزه الوطنيه. انا واحد من الناس كمواطن تونسي نحكيها، ما يعجبونيش هذوما اللي سميتهم لك، كنوف الورتاني، كامين قاره، كجعفر القاسمي، كلطفي العبدلي، هذوما ما جوش مرشحين تاع التلفزه. مواطن تونسي زاد والخيل اون بارل بلي لا بريس اعلام العار، هذه معناها التيكي هذه لزقت عندها نص قرن. علاش هذا نقول لك علاش، لان لا بريس هذه هي ناقضت في حد ذاتها الراجل اللي هي قايمه عليها. انا هي الراجل الخبر المقدس والتعليق حر، هي عملت العكس على في توتافي لو كونترير. الخبر تجي فيه وكانه معناها تجي فيه من 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 مخور من حشاك ان بورديل. يعني في رايك انه فما برشا حاجات ما كرهاش تعديت؟ اكيد هذه معناها نقعدوا الغدوه الصباح واحنا نجبدوا في الامثله وما نش باش نوفوا. حسب رايك شنو هي الحاجات الاولى اللي نجموا نغيروها باش يولي عندنا اعلام حر وقوي في تونس؟ الالتزام بقواعد المهنه. كما نشوف لي حل هذا عنده 50 سنه وهم يعاودوا فيه ويكرر. الراجل مات الله يرحمه سفيان الشعري وهم الباقي كارر عاود خطاب على الباب زاد كيف جيبوا لنا حاجات باهي باش تليق للمشاهد تفرجوا فيه، جيبوا لنا حاجات باهي تو كيما رمضان نفس لي سيت كوم يتعاودوا نفس المسلسلات لانهم نجحوا. لا انا واحد من الناس ما نحبهمش يتعاودوا، تفرج اللي مسات انت كل يوم تاكلي مقرونه تعيفها، ماذا بك تجددي لوبيا مرقه جلبانه كذا